عندها 3 شهور من اللي هي في القناة التجريبية. بث تجريبي. أي بث تجريبي لغاية 7 في الشهر هذا في أكتوبر. عملنا معناها لقاء مع الصحافة التونسية ومع الفنانين، وقمنا معناها برجوع إلى ما قمنا به، معناها تعطيه في تحليل اللي قمنا به في 3 شهور في تونس، لأن القناة هي عربية تبث من الأردن، استوديو في مصر، يعني باش نكونوا واضحين هنا. فما اللي كتبوا قناة تونسية نقول لهم لا، راهي قناة هي ما هي جنسية تونسية. القناة من بلد البث ولا بلد الإدارة؟ لا، هي من بلد البث، لكن بلد يكون فيه الأردن، لكن الأردن. هي استوديو متاعها في مصر اللي هو يقوم بالبرامج متاعه كله. فنرجع بالنسبة للقناة هذه اللي هي متخصة في الأعشاب الطبيعية، يعني الأعشاب الطبية. اليوم ممكن تنجم تكون من أقل بعض القنوات اللي ممكن تكون في النوع هذا، هي تخصص. ولما نكون قناة متخصصة يعني ما هو السهل. شنو يعني تحكي العلاج بالأعشاب الطبيعية، وإلا معناها باش نشوفوا أنكم تعرفوا بأعشاب، ولا شنو بالضبط باش حتى اللي يسمع يفهم؟ أي هو بالنسبة اللي نحن ساعة نحكيه على الغذاء التكميلي قبل ما نوصل الأعشاب الطبيعية. احنا كل مواطن في العالم يعني الغذاء متاعه ناقص، يعني المفروض يكون نكملوه احنا بتوق النصائح وقال الأطباء الموجودين في العالم. فبالنسبة للتخصص متاعنا هو أولا، وهذا شيء طبيعي، الأعشاب اللي هي نعرفوها من آلاف السنين، من اللي كانت من الفراعنة، وممكن من يمكن 4000 سنة تقريبا الناس تعالج بالشيء هذا. فما ناس احنا نقولوا في بعض بلدان ما تعتقدش أنه الأعشاب هي اللي تعالج، ولكن فعلا كل ما نجدوه احنا في الصيدليات يعني 99% هو جاي من الأعشاب.